عسلامة. عسلامة، مرحبا أختي. وبيك أكثر. موضوعنا، تعرضت مرة للتحايل ولا لا؟ فماش إنسان ما تعرضش للتحايل، حتى في كل ميدان تعرض للتحايل. تعرض للتحايل ما نقولكش لا، برشا مرات مش مرة واحدة. شاركنا تجربتك. برشا تجارب. برشا تجارب لهالدرجة مسيو، في ساعة معناها تتعرض لعملية تحايل وقلبه كما يقول لك اللي قلبه حنين ديما يتعرض. اللي تعطي ثقة ياسر في الناس، هذيك اللي هلكتنا، هي كي نعطيو الكونفيونس في أي إنسان هذيك هلكتنا. أكثر حاجة هي الثقة تهلك الإنسان، تهلك مولاه. كيما تنجم عندها قلنا إيجابيات وعندها سلبيات، لكن عندها سلبيات أكثر من إيجابيات. الثقة هي اللي هلك لكل مواطن، كل إنسان في خطوة هذيا هلكته ثقة. ما دوبيش البعيد، إحنا رئيس نعطاه الثقة في ناس باش تخدم في البلاد هذيا، ما رانا إلا الناس هذيك خانته، حطهم على رأس مجلس النواب ونواب الشعب، في الآخر خانوا القضية اللي هي قضية الشعب التونسي وتونس. أنا كذلك تعرضت للخيانة، تعرضت للحاجات اللي قلت عليها التحايل. التحايل معناتها كنت تعرضنا للتحايل، فماش إنسان ما تعرضش للتحايل. أنت تعرضت للتحايل. شي مسيو، تعرضت للتحايل من طرف معناها شكون؟ شخص خذا من عندي فلوس، عامل عليه وثيقة، مصحح لي في البلدية، سلفته اللي هو تو مديون ليا، عامل وثيقه في البلديه وزيد انا مسجلها في الفينونس وماشي تحت مني تو نجم نجيبوها انا الاخر. ما حبيتش نشكي، انا غزرت حكم العلاقه ما بيننا وبين الوالده نتاعه وابوه وجيره. غزرت البعيد انت. غزرت الامور الانسانيه والبعيد. لكن هو ما غزرش الحاجه هذيك، لانه انا كان جيت في بالي بيه متحير من قبل، ما نعطيهش حتى 50 فرنك، ما نعطيهش. وهو تحيل على برشا عباد بحكم اني مانيش ديما انا في الريجيون هذيك، جا وتحيل عليه وتسلف من عندي. يظهر لي كان قال لك عاوني تكون خير الحكايه، كان قال لك عاوني يعني مش سلفني، خاطر سلفني يعني باش نرجع لك، عاوني نبدا انا مانيش قادره باش نرجع لك. اكيد هي ديما عاوني خير، خير من اللي سلفني. اعطيني خلينا نمشي نفطر، اعطيني خلينا نتعشى، اعطيني خلينا نشري باكو دخان. خيم اللي يتسلف وبرت ما فيك حليب، احنا خاطر تسلف اتلف يجيب ياسر المشاكل. اكيد يجيب مشاكل حتى بين الاخوه، مش حتى بين الاصحاب بركه وبين الاولاد الحومه، حتى بين الاخوه. اي واحد يسلف واحد راهو اش تنقصك الثقه اللي بيناتهم. اللي يسلف شو يقعد مهلس في سكو فلان شي يخلصني في الموعد ولا لا، واللي تسلف خلص ولا زعما نفسه بيه برا نفس عبيش عنده باش يعمل لي. في هذه يوقع الاشكاليه. فما اللي قدم قدر بعضهم، قدم قدر واحد يتسلف ويرجع. هذاك انا اللي يتسلف ويرجع، اللي قلبه معبي بالايمان بربي سبحانه وتعالى وحابس 60 حزب ويخاف من ربي سبحانه. جراء المشاكل هذه مسيو، فما برشا عباد اختارت انها ما تدخلش تحت السقف هذا نتاع التسليف، يعني لا يحبوا فلوس الناس عندهم، لا فلوس هو عند الناس. اكيد هو اللوم بعد القضاء بدا، انا وليت منهم تو. تو وليت منهم، حتى واحد يجيني احنا حتى 50 على فرنك ونقول له لا ما عنديش، اش تحب؟ خلص لك فطور، خلص لك قهوه، اما باش نعطيك فلوس تنام. خاطر ما عندكش الفاضل يعني. قد عايش ما عندكش الفاضل انك باش تسلف للناس باش يقلبوك، باش انت معناها ما يهمكش في الحكايه هذيك. باش نقولوا ما عنديش فاضل ما نجمش نكشف روحي عندي. عندك ولا ما عندكش مسيو؟ يعني اما انت تعرضت للتحايل قبل هكا؟ للتحايل هذاك علاش ما عادش نجم نسلف حتى حد؟ كي قلت لك حتى 50 فرنك ما عادش نسلف. فما عباد كيما علاش انا قلت لك هكيكا، فما عباد عندهم برشا فلوس، يعني كي نسلفك بعد ما ترجع ليش ما نحسش يعني، فهمت؟ فما اللي يسلف نحي من فمها وتعطي. فما اكيد فما هي فما اللي نحي من فمه ويعطي، وفما اللي يسلفك ما يحسش عنده لاباس عليه. كي يعطيك مثلا مليون كانه عطاك مش عارف دينار، هذا هو اللي حبيت نوصله. كانه عطاك دينار ما يحسش لانه عنده المال كثير وعنده حاجه اخرى. حتى يقول لك ولو فسعت ربي سبحانه باش يعوضها له بالاف المليارات. هذا هو فما اللي يقول هذوكم شبعانين، وهو يقول لك خذها من عند شبعان، كان جاع وما تاخذهاش من عند جعان كيف يشبع. يعني هنا اللي عطاه هو شبعان ما يحسهاش. اما زاد واحد يعني ما عندوش برشا فلوس ويسلف، الطرف الاخر مضطر انه يرجع له، خاطر حتى هذاك زاد ما عندوش فلوس.
اكيد هو مضطر باش يرجع. ايش نقصد؟ فهمتك اختي فهمتك، مضطر وانا باش يرجع له، لانه السيد هذاك الله اعلم كيش مدهم له. يعني هو ما حبش يرجعك وسلفك. خاصه يقول لك برا خلي سقط يقضي قضيته من بعد يرجع لي، يعني هنا كيما هو تلز باش يتسلف، انا نهار اخر نتلز لك الاربع فرنك اللي خذاهم من عندي باش نقضي بهم قضيتي زاده. كيما انا حليت لك جوانحك، حلي جوانحي. اش مازال اخر؟ ميلا توا مسيو قلت شعفه وتوبه على السلف. السلف تلف، ننصحكم ما عادش تسلفوا. حتى ولو كان يبكي يمرض على ساقيه يموت بالشر ما عادش تسلفوا. خلص له فطور، خلص له دواء، خلص له فيزيته بتاع طبيب وفلوس ما تعطيش. خاطر علاش سلفت شكون ومشى حشا اختي للحانه يشرب بيهم في الخمر. سلفت شكون وقال لي ماشي للسبيطار باش نزور خويا في السبيطار، اخلطت عليه خلصه. قعدت نتبع فيه لقيته تخلى بيوم من الحاله يشرب في الخمر. يعني هنا زدت تاكدت انه سلف تلف. فلوس الحلال نتاعك يعني مشاو للحرام. خذيتهم له. دونك هذا صعيب يرجعوا. دخلت وخذيتهم له. دخلت وخذيتهم له ما حشمتش، قلت له اعطيني اللي مديتهم لك. يكون بابا من قبل ما نعطيهملوش يعمل حاجه. هو السلف نورمالمون على حاجه هكا استعجاليه كما قلت انت، طبيب صغار باش يقراوا حاجه هكا. بالضبط، امور انسانيه، امور انسانيه، طبيب سبيطار وليدات صغار. بالحق تنجم تنحي من فمك وتعطي، خاصه فيها صحه. اكيد نجم نحي من فمي نعطي، والله ولده ولا حاجه انا نهزه له للطبيب وانا نداويه وانا نقوم بالاجراءات اللازمه. وان شاء الله زلنا احنا باش نحكيوا شويه في القضيه الفلسطينيه كانت تسمحونا، مش برشا مش نحكيك الكلمه ميسي. مش باش نطولوا، احنا سمعت جل الناس اللي عملوا الانترفيو، احنا ديما نقولوا المشكله في القضيه في الفلسطينيه اللي قاعده تدور هي السبب الكبير هي رؤساء العرب اللي ماهمش متحدين. اتفق العرب وعلى لا يتفقوا، ان شاء الله جاء الوقت اللي كلام قيس سعيد البارح ان شاء الله يفيقك الرؤساء المكشتين هذوكم اللي متعاطفين مع اسرائيل. اكيد هذه الامارات متعاطفه، السعوديه متعاطفه، مصر متعاطفه، ايش باش نقول لك المغرب متطبع. يعني هنا بقات كان تونس والجزائر وليبيا مش متطبعين. هذا مبركه هذه تونس ليبيا الجزائر ما همش متطبعين. هذه القضيه الفلسطينيه وحدهم ما تكفيش، يلزم الكل مع بعضهم. قداش عندنا من دولة احنا عربية؟ 21 دولة. لكن توا مسيو احنا كي ذكرنا الدول المطبعين، هوني نحكيو على رؤساء ما نحكيوش على الشعوب. الشعوب مساندين للقضية. الشعوب ما نحكيوش عليها، فما حتى في بروكسل، فما حتى هكا في ألمانيا، فما الشعوب ماهمش مطبعين. الشعوب مع القضية الفلسطينية، حتى فما يهود بنفسهم راهم مع القضية ذي. قال لك يزينا من الحروبات ويزينا من مشاكل ويزينا من الضرب والقتل، خاطر هما بيدهم خاسرين، راهم مش رابحين، راهم يكذب عليك يضحكوا، لكن اللي في القلب في القلب راهو هما بيدهم خاسرين. مش حابين تتوالى حكاية الحرب هذه، وإن شاء الله ربي يفك أسرهم، وإن شاء الله ربي يوفقهم، وإن شاء الله ربي ينصرهم. يا ربي شكرا.